ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هنتابع مع بعض اخر التطورات للحالة الصحية ليسرى واللي فيه في عبده ايناس الدغيدي وكمان امير كرارة، لان امير كرارة حالته بتسوء شوية. هقول لكم كل تفاصيل الحالة بتاعته في اخر الفيديو. نبدأ مع دلوقتي مع اخبار يسرى. يسرى الحمد لله حالتها اتحسنت، خرجت من المستشفى، هي حاليا في منزلها بتتلقى باقي العلاج. لسه هيتعمل لها مسحة كمان يومين، هيتعمل لها مسحة كمان علشان تعرف مدى لسه اصابتها بكورونا، لكنها اتحسنت، خرجت من المستشفى بقت افضل. ايناس الدغيدي حالتها للأسف سيئة، تعبانة، عندها ضيق تنفس شديد جدا. زي ما قلت لكم بيحصل لها حالات إغماء متتالية، عندها كمان ارتفاع في درجة الحرارة شديد قوي. الحرارة ما بتنزلش بمعنى أصح، وطبعا كلنا عارفين ان دي من أعراض كورونا المشهورة اللي هي ارتفاع الحرارة. تمام، في ناس بتعترض لما انا بقول يا رب يشفي الاتنين دولي او يشفي كل مريض، يعني في ناس بتعترض ان انا بقول كده على ايناس الدغيدي. يا جماعة لازم نتمنى الشفاء لكل الناس، احنا مش ربنا، كلنا عندنا اخطاء، هنتمنى الشفاء لكل الناس، وكل واحد له ما له وعليه ما عليه. كلنا عندنا ذنوب، ربنا يغفر لينا جميعا. يمكن يكون الموت ده الاسفة، يمكن يكون التعب ده اللي هو اشبه بالموت برضو عظة او موعظة ليهم. يمكن ربنا يتوب عليهم في حاجات كتير كانت في افكارهم، كانت في حاجاتهم اللي بيقولوها في دماغهم، في ثقافتهم، الله اعلم. نرجع بقى دلوقتي لاخبار فيفا عبده. فيفا عبده زي ما قلت لكم هي حاليا في العنايه المركزه، متواصل عندها العنايه المركزه لسبب انها تعبانه جدا، بتحس بالام. حتى لما فاقت في الساعات الاخيره اللي فاتت يعني، هي فاقت وبدات تفوق بس تعبت تاني اكتر. دلوقتي امير قرار المفروض ان هو في الشباب وكله، بس الموت والتعب وما بيخليش كبير ولا صغير. هو حاليا تعبان، هو مش في عنايه مركزه، هو بيتلقى العلاج بتاعه في بيته عادي، لكنه بيعاني من ارتفاع في الحراره وضيق في التنفس. طبعا ربنا يشفيه ويشفي كل مريض. ولازم يا جماعه ناخد بالنا جدا من الموضوع بتاع كورونا، لانه مش هين ومش سهل، معرضين ليه جميعا. انا بتمنى ليكم دوام الصحه والستر وراحه البال. خلي بالكم من نفسكم ومن عيالكم ومن كل احبابكم، المرض مش سهل حوالينا وفي كل مكان. بشكركم جدا على دعمكم، اتمنى اكون عند حسن ظنكم، هوفيكم باي خبر جديد باذن الله. شكرا ليكم جدا، شرفتوني في قناتي، شكرا، سلام عليكم.